أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، سلام ونعمة الرب يسوع المسيح مع جميعكم. صلاتي إنك تتبارك اليوم في هذا التأمل، وصلاتي أيضا إنك تكون في مركز مشيئة الرب. برجع بكرر السؤال مرة أخرى، ما هي إرادة الله لحياتك؟ اليوم رح نتكلم عن أن تفعل الخير للجميع، إرادة الله لحياتك أن تفعل الخير للجميع. رح أقرأ من رسالة بطرس الأولى إصحاح 2، ورح أبتدي من الآية 11. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكون ما فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخير، لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. هذه الآيات في رسالة بطرس الرسول الأولى صحيح 2 بقول مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء. هنا الحديث أحبائي في صيغة الخضوع للسلاطين وللسلطات أيضا. الرب بعلم المسيحيين المؤمنين المسيحيين أنه يخضعوا للسلطات، للحكومة، للسلطة، ترتيب الله في وضع نظام، في وضع قوانين، في وضع أمور اللي هي لخير الإنسان. هنا يعلمنا الكتاب بكل وضوح أنه على كل مؤمن يخضع للسلطة، والمؤمن الحقيقي هو اللي بيخضع للسلطة، بيصلي طبعا وبيتعاون بالشخص، بيكون معاند أو مقاوم أو بيعمل الشر ضد السلطة. فما بتشوف مسيحيين بيقوموا في مظاهرات مثلا للسرقة أو الحرق أو للتخريب أو للهدم أو الدمار. ممكن تشوف مظاهرات سلمية تعبير عن احتجاج معين، انه في ظلم معين ضد هذه الجماعة. والكتاب بعلمنا ان نكرم الجميع، ثم يقول اكرموا الملك، لان هذه هي مشيئة الله ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الاغبياء. تعرف احبائي، لما الانسان بتغير وبصير مؤمن في الرب يسوع المسيح، بتشوف العين عليه كبير كتير، بيراقبوا كل شيء بصير في حياته. أنا معي شخصيا هذا حدث، وكتير من المؤمنين ممكن يعمل شيء عادة تعمله الناس العادية بشكل طبيعي، لكن بالنسبة للمؤمن بتشوف إنه العين بتكبر، هو المفروض أنت تعمل هيك، مش مفروض تعمل هذا الشيء. فهون بتشوف من خلال بداية الإصحاح بقول أن تكون شهادتنا وسيرتنا حسنة أمام الجميع. ولاحظ أحبائي بقول يعني حتى يمجدوا الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. في الآية 12، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. ولاحظ ان الرسول بيطلب كغرباء ونزلاء، يعني بكلمات اخرى بقول للمؤمن مع انه عندنا وطن ومنفتخر بوطننا، بس الوطن الافضل هو السماء. الحياة على الارض قصيرة، فانت غريب في الارض، انت بتعبر برية وانت نزيل. شو يعني نزيل؟ زي واحد داخل فندق يوم يومين ثلاثة وبيترك. وهكذا حياة المؤمن على الارض، بسمينا غرباء ونزلاء أيضا. فخلال هاي المرحلة في حياتنا على الأرض لازم تكون سيرتنا حسنة أمام الجميع،
وشهادتنا لامعة أمام الجميع، لأنه بلاحظوها. مرات كتير من غير المؤمنين بيفتروا على المؤمنين، لكن لما بيشوفوا ثبات المؤمن وصمود المؤمن، ولا سيما لما بتيجي ساعة معينة الناس بترتعب بتخاف، أول ما بيلتجوا أول ما بيجوا للناس المؤمنين، لأنه سيرتهم بلاحظوها إنه سيرة حسنة وشهادة حسنة أمام الجميع. في روميا 13 بنقرأ إنه الرسول بولس برضو بيعطي تحريض نفس الشيء. في إصحاح 13 بقول: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. ثم بيستمر بقول: لأنه خادم الله للصلاح. في آية 7: فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. وهاي الحياة وهاي الشهادة خلت الرؤساء والسلاطين والملوك والحكام إنه يحترموا المسيحيين المؤمنين المسيحيين، فبحطوهم في مناصب حلوة لأنه بيثقوا فيهم، لأنه فيهم محبة، ما عندهم خيانة، ما عندهم اقتحام، ما عندهم مقاومة ضد حكومة أو ضد شعب، لكنهم يصلون. وهذا الشيء بتشوفه بشكل واضح في رسالة الرسول بولس لتيموثاوس، يقول في إصحاح 2: أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. فإذا اليوم أنا مش حديثي على المسيحي والسلطة، هذا بيتطلب يمكن حلقة كاملة، إنه شو دور المسيحي والسلطة، كما قال يسوع: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن في آيات كتير بالعهد القديم والعهد الجديد إنه المسيحي إله دور وإله نشاط وإله فاعلية. لكن أنا بتكلم عن مشيئة الرب إنك تفعل الخير، فأنت لما بتفعل الخير رح تفحم، رح تسكت الناس الأغبياء والناس الجهلاء اللي ليل نهار عينيهم مفتوحة حتى يلاقوا علة، مثل ما حاولوا مع دانيال، يلاقوا أي تهمة وأي وسيلة إنه ينتقموا أو يعني يتكلموا بالشر على المؤمنين. وكلما طبعا وصلنا لآخر الأيام بتشوف إنه هذا الأمر رح يكتر ويزيد. فالكتاب بقول: أعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية يعني الضريبة، ادفع الضريبة، كون إنسان مؤمن، كون إنسان حقيقي، كون إنسان شفاف. مش بس الخضوع، كمان شيء أهم وأعمق، إنك أنت تصلي وتدعو وتشكر الله من أجل الناس اللي هم في منصب والناس اللي هم في سلطة. طبعا مش كل واحد في منصب وسلطة يعني إنه صار يعني شخص كريم، ما أكثر الأدنياء وما أكثر الناس المجرمين اللي بيكونوا في هذه المناصب. ولكن المسيحية نجحت خلال تاريخ الكنيسة حتى في أشرس الاضطهادات وفي أشر العصور، إن المسيحية نجحت أن تستمر بالشهادة، تستمر بالخدمة. ومع إنه كتير أماكن في العالم بيمنعوا الكتاب المقدس، بهاجموا هوية يسوع المسيح، بهاجموا المسيحيين، مش لأي سبب آخر سوى هذا الشخص مسيحي كافر أو ينعت بكل المسميات. ومع كل هذا المسيحي له دور إنه يكون عنده شهادة حلوة، إنه يخضع للسلطات، إنه يصلي من أجل الناس اللي هم في مناصب، وإنه فعلا نفعل الخير. والخير أحباء الكتاب بسميه ذبيحة. لاحظ الكتاب بقول: ولكن لا تنسوا فعل الخير
والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. بكلمات أخرى، إحنا بنتشبه بيسوع المسيح. المسيح وقف أمام بيلاطس، بيلاطس قال له ما بتعرفش أنت إنه أنا عندي سلطان، عندي سلطان وإنه أصل بك؟ قال له ما عندك سلطان إلا إن لم تكن قد أعطيت من فوق. وبعدين قال له يعني مملكتي ليست من هذا العالم، لو مملكتي من هذا العالم كان عندي خدام وعندي ناس اللي مستعدين يحاربوا ويقاوموا ويموتوا يعني شهداء من أجلي، بس مملكتي ليست من هذا العالم. فالمؤمن يتشبه بالرب يسوع المسيح، ولكن الرب يعطي حكمة لا تعاند ولا تقاوم عندما نقف أمام المحكمات والحكام الذين يتهمون باطلا ويتهمون زور. المؤمن المسيحي هو الشخص الذي يتشبه بيسوع المسيح. من أجل هذا أحبائي نحن مدعوون أن نكون شهادة حية، سيرة حسنة أمام المجتمع. ألم يقل الكتاب عن يسوع المسيح كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس؟ يسوع شاف الأعمى فتح له عيونه، شاف الأبرص طهره من البرص، شاف ناس محتاجة وجوعانة أشبع الآلاف، شاف المرضى شفاهم، شاف الأطفال باركهم، شاف النساء رفع قيمتهم، رفع القيمة الاجتماعية للنساء. وهكذا يسوع المسيح علمنا أنه نحترم كل شخص ولا سيما الناس اللي هم في مناصب. فإحنا مدعوون أن نكون يعني طائعين للسلطات الحكومية اللي منها الملك ولا ربما السلطة أو الشرطة أو القضاء. إحنا مدعوون تكون شهادتنا حسنة وسيرتنا حسنة أمام جميع الناس، إلا في حالة واحدة، إذا الحكومة أو الأشخاص في منصب طلبوا منا أنه نعمل شيء مخالف أو معاند أو مناقض أو مقاوم للكتاب المقدس، عندها يقول المؤمن المسيحي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لكن بشكل عام الإكرام والإحترام الرفيع، أنا بتكلمش أن يكون عندك تملق، لأنه كتير من المسيحيين عندهم تملق لما بيشوفوا واحد في سلطة، يعني بيصيروا يتكلموا بالكلام المعسول والكلام الجميل والكلام التملق وكلام المبالغة. هاي كمان خطية من ناحية تانية. خليك إنسان طبيعي، إنسان شفاف، صلي للبلد اللي أنت عايش فيها من أجل سلامها، من أجل خيرها، من أجل بركتها. بسلامها أنت بيكون إلك سلام، بخيرها بيكون أنت إلك خير. وثق إنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. ما تخافش، الله هو اللي بينتقم، الله هو اللي بيأخذ حقك. إذا أنت إنسان مظلوم تخافش، في سلطة عليا هو اللي بيعرف ينزل يعني عن الكرسي وبغير حكومة وبغير مجتمعات كاملة. إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه. فإذن أحبائي أنت مهم جدا، وين ما توجدت وين ما كنت، إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. فإذن ممكن الله يغير قوانين، يغير حكومات من أجل شخص. الله مش عاوز يكون ولا إنسان مظلوم. وهي كمان رسالة للحكام إنه يعملوا القضاء بشكل حسن وبشكل صالح، ويكون عندكم حق ورحمة وتواضع أيضا أمام الله. لكن إحنا بالنسبة لنا كمؤمنين، إرادة الله لحياتنا أن نفعل الخير للجميع، لأن هذه هي مشيئة الله، أن تفعل الخير فتسكت جهالة الناس الأغبياء. سؤال، الناس اللي حواليك لما بيشوفوك هل بيشكروا الله وبمجدوا الله
ولا بسبوا السيعة اللي شافوك فيها. انت في البيت لما زوجتك او اولادك بينظروا اليك، هل انت شخص حقيقي ولا انسان مزيف متملق مبالغ عندك مظاهر التدين الخارجي، من جوا فارغ لكن من برا بتحاول تظهر في صورة تانية؟ انا اليوم بصلي وبدعو كل شخص للتوبة، انه نتغير من المسيحية الاسمية الى المسيحية الحقيقية، ونكون ايجابيين في مجتمعاتنا، ونكون بركة لمجتمعاتنا حتى الله يباركنا. الرب يباركك، شارك هذا التأمل مع آخرين، والرب يكون معك.